واخيرا استشعارات الجهاز بتاعي خلصت دلوقتي تقريبا كده اختراعي نجح خلاص. يا سلام كده اختراعي يكون جاهز. ايه ده الصوت ده؟ ايه ده مش معقولة كده يا ريتشارد، كل ما اخترع حاجة لازم يحصل متفجرات. انا لازم ايه ده المتفجرات دي؟ او ماي جاد ايه ده؟ اوه المتفجرات تاني، اكيد بابا برضو بيخترع تحت في البيت. طب انا اعمل ايه؟ طيب كل يوم بابا يخترع. اخر اختراع بابا اخترعه اخترع حاجة كده تتشرب وشربتها وتحولت ضفدع وقتها، فعشان كده الاختراعات بتاعت بابا دي انا ماليش دعوة بيها. خلينا ننزل بسرعة. او ماي ايه ده بابا؟ بابا صباح الخير يا بابا. المتفجرات دي يا بابا انت بتفرقع في البيت ولا ايه؟ جنبول يا حبيبي صباح الخير، انا اخترعت بص العصير ده، العصير ده اخيرا انا هشربه يا جنبول وهقدر اشوف الاشباح كلها، ومش بس كده هقضي على كل الاشباح. او ماي جاد العصير ده تقدر تشوف الاشباح كلها؟ او ماي جاد بابا العصير ده خطير يا بابا، اصلا يا بابا هتلاقي اصلا مش هينجح ولا تشوف اشباح ولا اي حاجة. انت اخترعت قبل كده عصير وجربته عليا وحاولتني ضفدع، عشان كده يا بابا انا مش هجرب العصير ده، مفهوم؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا جنبول؟ امال انا بخترع الحاجات دي ليه؟ مش عشان اجربها عليك، انت ابني ولازم اجرب عليك كل حاجة. بص يا بابا الواد حركات دوت اساسا عازمني النهاردة عشان خسر في تحدي كنت انا وهو عاملينه، فانا اروح دلوقتي اكل على حسابه اكل كتير قوي، وانا مش هجرب العصير ده ابدا. عموما انا هحط العصير دلوقتي في التلاجة عشان مفعوله يشتغل، وبعدها هبقى اجربه عليك. يلا باي. او ماي جاد برضه عاوز يجرب عليا؟ طب بما ان كده كده بابا هيجرب عليا الاختراع انا اخده دلوقتي احسن. يلا بسرعه خلينا نشوف العصير هو ده. يلا اشرب يا جنبول. ايه ده طعمه غريب كده ليه؟ او ماي جاد اشرب بسرعة كده. خلاص انا شربت العصير كله ودلوقتي لازم اروح لحركات حركة متحركة عشان اخيرا خسرته في تحدي وخلاص قرر ان يعزمني. حركة متحركة حركات. ايه ده او ماي جاد ايه ده؟ ثانية واحدة افهم بس، وانت قاعد بتتفرج على ايه؟ لا بص شوف بقى انا قاعد بقتنع في نفسي ان انا بتفرج على التلفزيون. ايوه يا حبيبي ما انا فاهم ان انت قاعد بتتفرج على التلفزيون، بس المشكلة هنا ان اصلا التلفزيون فاصل. لا ما انت ما تعرفش الخطة بتاعتي، ده توفير كهرباء ده، انت تقعد قدام التلفزيون وهو مطفي وتعمل نفسك بتتفرج، توفر كهرباء كتير. جنبولي يلا بسرعة. جنبولي؟ ايه جنبولي دي يا ابني؟ اسمي جنبول يا ابني حبيبي. بص انت النهارده عازمني ولو ما عزمتنيش حركات وسبتني في المطعم وطلعت تجري وخليتني انا اللي ادفع الفلوس، انت ما تعرفش انا هعمل فيك ايه حركات. بص في سنه ايه باينه ببقي شايفها شايفها هعضك بيها. تعضني؟ لا لا جنبولي اعزمك يلا يلا بسرعه. ده اخيرا حركات هيعزمني على حسابه، يلا بسرعه. او ماي جاد اخيرا اخيرا هاكل على حساب حركات. لو سمحت يا انسه احنا عايزين اكبر وجبه عندك في المحل، وعاوزين كمان عاوزين حمرة حمرة يا حبيبي. او ماي جاد ايه ده يا ابني ما انت اللي عازمني. هو صحيح انا عازمك بس مش عازمك على اكبر وجبه. بقول لك يا انسه عاوزين سندوتش من ابو 2 جنيه. او ماي جاد سندوتش من ابو 2 جنيه؟ ده سندوتش ايه ده يا ابني؟ سندوتش تعبيه. ايه ده ايه العفانه دي؟ عزمني على سندوتش طعميه؟ لا بقول لك ايه ماليش دعوه، انا هجيب بص اكبر وجبه في المحل وعلى حسابك. حمرا مش هدفع فلوس. حركات هعضك بسناني بسنان جنبول. لا خلاص هدفع فلوس. ايوه كده يلا يا نسا بعد اذنك هات لنا الوجبات بسرعه. اوكي خلاص كيرتوا اتفقتوا على الوجبات؟ ايوه يا نسا خلاص. انت شايفاني بعمل ايه بقى؟ انت مش موافق؟ اول يبقى معناها كده سندوتش تعبية ورب النعمة حركات هحطك بص من ودنك. هاتي يلا وجبات بسرعة. هاتي بقى كده هاتي فلوس كتير قوي. ايه ده جبولي هاتي من وشي. انا بوسع او عودك لو ما جبتليش اكل مفهوم؟ جبولي وسع من وشي بقولك. طيب ماشي يلا بسرعة ناكل يلا تعالى. او ماي جاد يا علوية اكل على حساب حركات اول مرة في حياتي، واول مرة اصلا اعمل فيلم اكل على حساب حركات، مش مصدق. حضراتكم تأمروا بأي حاجة تانية؟ ايه لو عزنا اكلمك. ماشي ايه اللي لو عزنا دي؟ يلا ست تمشي بقى امشي، ما انت مش انت اللي هتدفعي الفلوس، امشي يلا. طيب.
يا حركات يا نوب بتزعلها لي بس، هو احنا عشان بناكل على حسابك ولا ايه؟ او ماي جاد، ايه اللي بيحصل في جسمي ده؟ حاسس باحساس غريب قوي حركات. ايوه طبعا لازم تحس بالاحساس الغريب ده، انا مش مسامع في الاكل اصلا، مش مسامع. ايه ده انت مش مسامع؟ او ماي جاد، ايه اللي بيحصل في بطني ده؟ او ماي جاد، انا حاسس ان في حاجه غريبه في جسمي. عموما عادي حركات. يا نهار احوش، عفريت عفريت. او ماي جاد، عفريت عفريت من يا واد، انت وادي حركات. يا لهوي انت يا نسا، الاكل بتاعكم فيه عفريتات. بصي في عفريت بياكل الساندوتش، الجسم بيختفي كله. ايه ده عفريت؟ عفريت في المحل؟ مش ممكن. اولا عفريت، بصي كده. ايه ده انت وادي حركات؟ انت باكل الساندوتش يا ابني، انت مش شايفني؟ ايه ده يا نسا، شايف الساندوتش مش على ازاي في الجو؟ هنا عفريت، بصي بقى انا مش هدفع فلوس طالما في عفريت في محل، انا مش هدفع فلوس بقى يا انسه، انت عاوزاني ادفع فلوس للعفريت؟ ايه ده مش ممكن، ايه الساندوتش متعلق في الهواء ازاي؟ عفريت انا لازم اهرب. يا نهار احوش، على اخر الزمن يطلع لي عفريت كده وبياكل الساندوتش قدامي. او ماي جاد، انت يا نوبي حركات، انا مش عفريت، انا ابو علي يا ابني. او ماي جاد علوية، هما مش شايفيني ولا ايه؟ معناها كده حاجة واحدة بس، انا لازم اعمل دلوقتي حاجة. ايوان لازم اكتب له ثانية واحدة. يس يس يا علوية، شفتوا كتبت الحركات ايه؟ حركات حركة بس طبعا، ايه بقى كلمة متحركة مفيش مكان ليها، فهو يشوف هيفهم على طول. يا لهوي عفريت في مكان، طب انا بقى اكل كله ولا اعمل ايه دلوقتي؟ انت عفريت، انت بيب ايه ده؟ ده عفريت كاتب ورق، ايه ده مكتوب ايه؟ حركات حركة متحركة. ايه ده حركات حركة متحركة؟ انا ايه ده، هو عفريت يعرفني ولا ايه؟ انت عفريت، انت مين؟ يس يس، كتبت الحركات حركة متحركة جامبول بالانجليزي، بس عشان بالعربي مش عاوزة تتكتب. اهو يا نوب انا اهو. ايه ده يا عفريت غير الكتابة، ايه ده مكتوب بالانجليزي؟ لا لا عفريت ما بعرفش انا انجليزي، عفريت غير يلا اكتب بالعربي. انت عفريت اجنبي ولا ايه؟ وعمشة بالانجليزي. او ماي جاد بقى على النوب ده، طب نفهمه منين؟ او ماي جاد يا ابني حاول، يا ابني حاول ان انت تقراه. انت عفريت، عفريت ده غبي ولا ايه؟ مش عاوز يغير الكتابة يا ابني، غير. ايه ده برضه مش عاوز يغير، انت عفريت. طب ثواني بقى حاول اقرا، مكتوب ايه بقى؟ مكتوب جابول جابول جابول، انت جابول. ايه ده مش معقولة، انت جابولي. هلا انت جابولي، يعني انت تحولت شبح ولا ايه؟ قولو المكان مكاننا. يا سلام يا سلام، هاكل ببلاش بقى، ده جابولي هو اللي طلع شبح. التلاجة، اجري على التلاجة بسرعة. يا سلام يا سلام، قولو. او ماي جاد علوية، هو اول ما عرف ان انا الشبح راح يسرق المحل كده وياكل الاكل. او ماي جاد انت حركات النوب، انا عامل في ايه؟ طيب اعمل في ايه؟ لازم اقفل التلاجة. اقفل التلاجة دي. الحمد لله اساسا عجبت واد جابولي ده، هو ما كنتش بسابح اساسا، دلوقتي بقى ايه؟ اكل اكل ببلاش، يلا بسرعة خليني اشرب البسرعة. ايه ده ايه دي، خليني اشرب. ايه ده ده بعمل كده ليه؟ خليني اكل شوكولاتة. او ماي جاد، عاوز ياخد كل حاجة ببلاش النوب دلوقتي يا علوية، مفيش غير حل واحد. يس يس، النوب اللي زي ده لازم يترش عليه. ايه ده انت عفريت، انت مسكت دي ليه يا عفريت؟ ما تلعبش بحاجات اللي انت مش عارفها. بس انا عارفها، امسك. والله ما اسيبك يا نوب، تعالى يا نوب امسك، انا اوريك حركات حركة متحركة. امسك يا نوب. ايه ده ايه عفريت الرجل ده، خليني اجري. اكيد دلوقتي اختراعي بعد ما سبته ساعة هتلاقي. ايه ده مش ممكن، الاختراع بتاعي راح فين؟ كان هنا اكيد، العصير حد خده، مفيش غيره جامبول، اكيد جامبول ابني اللي عمل كده. جامبول بص يا جامبولي، التلفزيون مش هيشتغل، مش هدفع على كهربا، مفهوم؟ هلا برضه بتشغله، بقول لك لازم اطفيه. انت يا نوب لازم التلفزيون يشتغل، مش كفايه المصيبه دي تحولت عفريت ومحدش دلوقتي بقى بيشوفني خالص، وكمان بتعامل مع واحد نوب زي ده. طبعا دلوقتي انت يا جابولي بتحول عفريت، وهتلاقيك دلوقتي بتقول عليا كلام خطير.
هتلاقيك عمال بتقول عليا ان انا قوي وشجاع صح؟ ايه ده الواد ده بيقول ايه قوي وشجاعي بس؟ ايه ده هو الواد ده انت يا نوب؟ انا لازم اشغل التلفزيون واخليك بص تدفع كهربا كتير. جابولي التلفزيون على جثتي. يا لهوي انا جيت تحت الكنبه. جابولي يا لهوي الكنبه دايسه على صدري. جابولي ايدي هتتكسر يا جمبول. انا لازم اعرف جمبول راح فين بس. اكيد هو والولد حركات شربوا العلاج بتاعي. ايه ده حركات هناك اهو. يبقى شوف بقى مين اللي هيطلعك من تحت الكنبه دي. او ماي جاد بابا 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 انا جمبول يا بابا بس اتحولت لشبح. انت مش شايفني يا بابا؟ انت هو دي حركات؟ ما شفتش جمبول ابني الاختراع بتاعي اللي كنت اشوف بيه الاشباح؟ للاسف اتشرب كله. انت هو دي حركات؟ ما شفتش جمبول؟ ارد عليك طيب ازاي؟ طيب بص الكنبه دايسه على رجلي ازاي ودايسه على ايدي. طلعني طيب يا ابو رجت. ابو رجت طلعني. انا مش هطلعك الا لما تقولي جمبول ابني راح فين. قول يا واد يا حركات فين جمبول؟ يابا يا ابو رجت مش هقولك. يابا طلعني. او ماي جاد يا بابا انا هنا يا بابا. او ماي جاد يا دماغي. بابا بابا ريتشارد. ايه ده جمبول جمبول انت هنا يا جمبول؟ العلاج بتاعي راح فين؟ ايه ده هو انت كنت مختفي يا جمبول؟ معناه ان انت شربت العلاج. بصراحة كده يا بابا انا فعلا شربت العلاج يا بابا وتحولت فعلا لشبح. بس الغريبة ان انا رجعت تاني وبقيتوا تشوفوني. ده معناه ايه يا بابا؟ ده معناه يا جمبول ان انا نجحت. باباك ريتشارد نجح ولازم اخترع علاج تاني عشان نقدر نشوف الاشباح. يلا بسرعة يا جمبول عشان نخترع العلاج. يس يس هنخترع علاج نقدر نشوف الاشباح ونتحول اشباح زيهم. يا سلام انا جاي يا بابا. ايه ده انتوا نسيتوني؟ انت واد يا جابولي ابو لجل. يا لهوي الكنبه تقيله اوي. خلينا شقاق قاعدين بتضحكوا عليا علويه. الكنبه دايسه على رجلي فعصيتها. انا اوريكم قوه حركات دلوقتي. اكسر الكنبه دي بقوتي. يلا قوت حركات حاجة متحركة. يا رجلي خلاص كده زقيت الكنبة معفنة دهيت. بقيت يا كنبة انتي بتقع عليا وتكسري رجلي. انا وريكي امسكي كنت هتموتيني. وكده اكون اتقبت من الكنبة. ناقص جمبول وعمو ليتشارد مرضيش يساعدوني وسابوني تحت الكنبة. انا وليهم هما كمان. او ماي جاد يا بابا انا نفسي اكون مخترع زيك. بس في سؤال يا بابا انا عاوز اسأله. هي القوة اللي في ايدي دي معناها ايه طيب؟ واخيرا اخترعنا العلاج التاني. القوة دي يا جمبول معناها ان انت اتحولت شبح قبل كده. يلا بينا نحط العلاج في التلاجة بسرعة. يس يس يا بابا. او ماي جاد انا متحمس ان اجرب العلاج التاني. يلا بينا. وكده اكون حطيت العلاج في التلاجة. بابا هو احنا ليه بنحطه في التلاجة طيب؟ عشان يا جمبول التأثير بتاعه ما يروحش. انت تحولت لشبح لفترة بسيطة ورجعت تاني. يس يس اول ما العلاج هيشتغل في التلاجة المفعول بتاعه هننزل نشربه على طول انا وبابا ريتشارد. ودلوقتي يا جمبول يلا نطلع فوق. يلا بسرعة بابا. او ماي جاد انا اوريك يا جمبولي انت وابو ريتشارد. انا اوريكم ازاي ما تساعدنيش. جمبولي انت واد يا جمبولي. ابو ريتشارد ايه ده تلاجة مفتوحة. يا سلام اخلصها كلها بس واكون اتعبت منهم. بيجي من زيتون بسرعة وكمان سكوتة من بابن. ايه ده وبسكوتة من بندو. ايه عشير ده هو ايه عشير ده؟ طعمه عامل كده ليه؟ بس مش مشكلة اشربه كله بندو. يلا مش هخليلكم ولا نقطة في التلاجة. ايه ده يا لهوي العشير ده عامل كده ليه؟ يا بابا انا بصراحة متحمس يا بابا. كده عدى 10 دقايق هتلاقي العلاج المفعول بتاعه اشتغل يا بابا. يا جمبول لسه المفعول بتاعه. عموما انا هنزل اشوفه بنفسي. طيب طيب يا بابا بسرعة لازم نشوف العلاج. او ماي جاد انا متحمس ان انا اخد العلاج ده انا وبابا. ايه ده بابا هو فين العلاج؟ ايه ده جمبول العلاج اتسرق مش موجود يا جمبول. مفيش هنا العصير العلاج مش موجود. او ماي جاد يا بابا ده معناه ايه طيب؟ ان العلاج اتسرق.
جنبول اكيد اللي عمل كده الاشباح وجم ينتقموا مننا. احنا لازم نسيب البيت. او ماي جاد، نسيب البيت؟ بيت يا بابا؟ بابا البيت ده بتاعنا بابا، وانا مش هخلي ولا شبح ان هو. او ماي جاد يا بابا، الحق بابا، الموزه بتتاكل لوحدها. ايه ده جنبول؟ البيت بقول لك فيه اشباح يا جنبول. ودلوقتي انا اوريكم شغل عفاريت صحيح. انا حركات حركة متحركة لعفريت. انا اوريك يا جنبولي، انتوا عبوا لسه دي زبا تساعدنيش. انا اوريك يا جنبولي زي ما رشيت عليا بتاع دهيت اللي مش عارف اسمها ايه، لازم ارشها عليكو. امسكوا. يا بابا. يا جنبول عفريت يا جنبول، لازم نهرب. انا هطلع اجري. او ماي جاد، ايه ده؟ عفريت بيرش، انا لازم اهرب. او ماي جاد، خلينا امشي بسرعه. او ماي جاد، ايه ده بابا؟ يا ترى بابا راح فين يا علويه؟ وقال فعلا العفريت اللي جوه ده شبح من اللي هو جاي ينتقموا مننا. انا مش عارف، خلينا نشوف بابا بسرعه. انت قمت منهم عشان ما تجيش يساعدوني لما كلمك كتوها عليا، كسرت لي رجلي. يا رجلي يا، ودلوقتي خلص لهم التلاجه كلها. بس انا حركات حركة متحركة. ايه ده؟ هو ده شاي ده ولا حاجة شاب؟ ايه ده؟ شكلها شاي، خلينا اشرب حاجة غيرها. عشان تعرفوا بقى يا علوية، حركات لازم يتم، حركات حركة متحركة لازم ياخد حقه. هكبي حقته ديجت ديجت، وهقعد قدام ديجت ديجت، وادبي حسان ديجت. يا لهوي، ايه ده؟ هو الحسان جاي يضربني ولا ايه؟ ايه ده؟ مين ده هو؟ انت عارف انا مين؟ انا قائد الاشباح والعفاريت. يا نار يا حويج، قائد الاشباح والعفاريت؟ بص حضرتك، انا اصلا مش عفريت. انا كل اللي اعمله اكبي حسان ديجت ديجت واتنحتر. هتهرب مني فين؟ جنبولي جنبولي ابو ليتشل. مش هسيبك.